إذن الآن قبل ما ندوزو للتمرين رقم 7 نشوفو الخاصية التجميعية. الخاصية التجميعية واش كتقول؟ إذا كان عندي جي مرجع أ ألفا بي بيتا سي غاما، مع العلم أن ألفا زائد بيتا زائد غاما خاصها تكون تخالف صفر، خاص تكون ألفا وبيتا وغاما أعداد حقيقية. إذن إذا كان عندي جي مرجع و كان عندي مثلا الفا زائد بيتا تخالف الصفر، و اش مثلا مرجع، كان عندي اش مرجع ا الفا و بي بيتا، فان وكلا كان عندي هاد جوج الشروط، فان كان عندي هاد الشروط كاملين، فان شنو جي مرجع، شوفوا معايا مزيان، اش غتجمع هاد الزوج ا و بي، اش غتجمع ا و بي، إذا غيتجمع حتى الوزن تاعهم، عندها الوزن تاعها ألفا زائد بيتا و سي غاما، صافي هذه هي الخاصية التجميعية. و أش كيتسمى المرجع الجزئي، إلا بغينا نهضرو باللغة ديال العلوم الرياضية، أش كيتسمى المرجع الجزئي، لأنه يعني مرجع تاع جزء من هاد النظمة المتزنة، مرجع ديال الجزء فقط. متفقين؟ يعني نقدر نجمع زوج ديال النقاط في نقطة واحدة بحيث تكون المرجع تاعها. راه ندير واحد التمرين باش نفهمو اكثر، دونك هادي هي الخاصية التجميعية، ما فيها لا شي حاجة أخرى لا والو. طيب دونك نمشيو دابا عند التمرين في الخاصية التجميعية، من هاد الباقي فقط، من بعد نشوفو التمارين شوية. دونك هادا هو التمرين 8، ألوغ نديرو التمرين الباقي، المهم نديرو التمرين 8 أحسن باش نشوف في الريتم تاعنا. نعتبر مثلا جي مرجع، وغنخلي التمرين ديريكت نعطيكم أمور بسيطة، أ واحد بي واحد مثلا و سي مثلا زوج مثلا، و إي منتصف أ بي مثلا، دونك بين أن جي منتصف مثلا إي سي. الوغ هنا غنستعملو الخاصية التجميعية، دونك لدينا جي مرجع، هادشي هذا مزيان، عندنا اي منتصف ا بي، اش كتعني؟ لدينا اي منتصف ا بي، يعني نورمالمون الى بغينا نخدمو بعلاقة يعني نتاع الحساب المتجه اي ا زائد اي بي، تساوي متجه منعدم، هذا معروف هاديك. إذا كان إي منتصف أ بي راه إي زائد إي بي كتساوي المنتجة المنعدمة، مزيان. ألوغ إش كتعني هادي عاودة؟ إي أ واحد إي أ زائد واحد إي بي كتساوي المنتجة المنعدمة، يعني ونقدر نكتبها ديريكت مباشرة من هنا، نقدر نكتبها ديريكت، يعني إي مرجع أ واحد و بي واحد، متفقين؟ إي مرجع أ واحد و بي واحد، هاهي واحد إي أ زائد واحد اي بي كتساوي منتجة منعدمة، يعني اي مرجع ا واحد و بي واحد، متفقين؟ ولدينا جي مرجع شنو؟ ا واحد بي واحد سي زوج، اذا هاد الزوج نقدر نجمعهم في اي اللي هي المرجع نتاعهم بنفس الوزن، متفقين؟ اذا جي مرجع نجمع هاد الزوج في اي، ولكن نجمع الوزن واحد زائد واحد هي زوج، متفقين؟ و سي زوج، مزيان، لقيت أن جي مرجع إي جوج و سي جوج، بما أن جي مرجع جوج نقطات بنفس الوزن، يعني أن جي منتصف إي سي، متفقين؟ حنا نديرو حنا ما عارفينش مباشرة، إذا زوج جي إي زائد زوج جي سي في المنتجه منعدمه، دونك غادي نضرب في واحد على جوج هادشي كله، ولا في ناقص واحد على جوج، يعني الا ضربنا هنا في ناقص واحد على جوج تولي الزوج تمشي مع واحد على جوج، والناقص ترجعها اي جي،
والله صعيب عليك. ضرب واحد على جوج، يعني جي اي زائد جي سي كتساوي المنتجع المنعدم. واش كتعني هذه؟ جي اي زائد جي سي كتساوي المنتجع المنعدم، اذا جي منتصف اي اس لاجل المنعدم. استعملنا دابا خاصية التجميعية وبرهنا على ان جي منتصف.